رمضان بيدق الأبواب. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، وأنزل السكينة على بيوتنا والأرزاق الواسعة. بدون ألقاب كما طلب هو مصطفى حسني. رحلتك من الشتات إلى اليقين. برنامج جديد على أون تي في بصير. الشفاء للي زعلان وشفاء للي صدق إن ده صح. يركب عربية سريعة، أنا كنت بنهج جوه قوي، عايز أسيب البدال اللي أنا. اللي بيتنمر بيا بيحاول يبوظ علاقتي مع ربنا. بحواجبي، هو ليه ربنا ساب واحد زي ده يسخر من حاجة أنا ما أقدرش أغيرها؟ تراحم مع الزوجة. هقول لحضرتك سر في الموضوع، ما تقويش الستات علينا. الكبر بالطاعة واغتياب أهل المعصية. أنت أخويا وحبيبي وعلى دماغي، بس أنا بريء. الناس محتاجة تطمئن. الموضوع ده فيه خناقة، بس ممكن الموضوع يتأخر سنة. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإنسان الطيب لما بيستقبل الدين بيزداد طيبة. في ناس كتيرة قوي بيبقى نفسها انه مصطفى حسني يكتب كتابهم. فرحي شهر 7، فياريت لو حضرتك تكرمت وطعت. لا يا راجل. على راسي. تعامل مع الآخرين برحمة ومع أنفسنا برحمة. عشان كده ده اسمه البصر ودي اسمها البصيرة. ليه معايا إصلاح معتقدات البني آدم تجاه الأشياء حتى يراها بالعين السليمة وهي عين القلب. بتقول أنا فقط طالب علم. كل سنة وانتوا طيبين.